لا هم الورع الزيادة، الورع الزيادة الورع ما توزعش امتحان، خليه برا اللي ناقصه معاك واقعي. الورع الزيادة هي الورع الزيادة بتاعتي بس يعني تمام. بس ما خدش المزام ولا كويس. النيرون هو وحدة تركيز structural unit. والنيرون دي يا شباب بتتكون من ثلاث أجزاء خدناها في الاستولج مع الدكتورة جيان. عارفين مين رئيس قسم الاستولج؟ مات صالح. دي أنا درستها كطالب في وجوز حاسس خلاص؟ يعني خدناها هي وجوز أنا محب بعض الناس في بتاعي وجوز ميزة تانية بس 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 فزي ما الدكتور عناب بتقول لنا ان اي خليه عصبيه فيها السوما هي جسم الخليه وفي الدندرايت وفي اكس. ايه اهم فرق بين الدندرايت والاكس؟ عاوز فرق واحد بس اللي بيجيب الاشارات العصبيه قوه السوما يبقى ده الدندرايت. اللي بياخد الكهرباء away from the سوما هو ده الاكس. انا بيهم في الاستولجي ما يهمنيش انا كتير بس مقدمه لابد منها. طيب نيجي بعد كده الاكسون ده نالي يهمني نوعان. في نوع مايل النيتن يعني حواليه مايل شيز. مايل شيز ده عباره عن ليتن شكل ده وده انسوليتور يعني عازل بيمنع مرور الاين. وده في سؤال في كتابنا عن ايه مشكله عليها بديكوا برضه ورق للناس زي اللي ما خدنا ورق قبل كده برضه كل مره بنحفظ بعض مذكره صغيره هي الاسئله بتاعت الكتاب بس مذكره كبيره فيها كل الاسئله حتى لو خرج السؤال بره بنبتدي بال صغير الوقت اللي ندخل على السؤال. ففي سؤال يا جماعة بصوا مش عايزين كرسي فاضي مش عايزين مش كرسي نعمله مقام. لو انا عمود انا مرة حضرت شاب ما شافش حاجة فصعيد عندي امام على فكرة كان ادوني تذكرة وانا عمود شفت نص عندي امام بقيت زي الشاهد بالظبط متفرج ما شافش حاجة. طيب ما علي عاوز اقول لك حاجة مش مهم تبقى شايفني ليه انت سامع والمذكرات انا رسومات انا راسمها دي قصادك يعني اي رسمه تلاقيها ورا لو عاوز تبص على الرسم. فبصوا معايا يا شباب فالنير محوط بمايلين شيث. المايلين شيث ده نيبل اول معلومه انسوليتور يعني ما بيفوتش الاينز خالص عازل ولكنه انترابتد يعني غير موجود عند النودز اوف رانجير كلنا عارفينها من ثانوي من الاستولج ده بقى بيفوت الاي يعني الكهرباء بس في المايلينيت اللي بتبقى عند النودز اوف رانجير اللي هي دي بتفوت اي ما فيهاش مايلين شيف. ايه قيمه هذا المايلين شيف اللي بيخلي الاعصاب سريعه جدا؟ موجود في نوعين من الاعصاب الايه اللي هي السوماتيك احسن حاجه تاخدها السوماتيك البلانت ربنا قدم الاراده السوماتيك دي ايه؟ وفاده في الاوتونوميك اللي هو البي اللي هو البري كابيلياري دي مايلينيت بس اقل شويه في الدرجه من الايه انما السي دي ان مايلينيت اللي هي البوست كابيلياري دي بطيئه قوي. في شيس تاني غلاف اخر مش كاتبه الزميل هنا اسمه معتقده بالاستولج اسمه نيورو ليمن شيس. نيورو ليمن شيس ده مهم لحاجه تانيه مهم للريجنريشن لما العصب يتقطع يساعد اعاده تكوينه. ده مش مكتوب قصادنا لكن هتاخده في الستالج. مين بيحط هذا المايلين شيث؟ خلايا اسمها شوان سيلز. سوري فاضل مفيش مذكرات؟ هات مذكرات يا محمد. بصوا معايا شوان سيلز رحنا نشتري من راجل بيبيع قماش بيبقى عنده كده عصايه وبيلف عليها الايه؟ القماش. عارفين الحكايه دي؟ بيتواب عليها هي بالظبط الشوان سيلز بتعمل عامله دي بتلف
الفايلين شيس على العصب زي بتعمل، وعشان كده موجوده في الاوتر موست فوق خالص جوينتس وتلف ال مايلين شيس. نيجي سؤال مش مهم بس ارجوك ما تبصش. يبقى المايلين نيتد عندها جوينتس هي اللي بتعمل لها المايلين شيس، وعليه يبقى الامر نيتد فيها ولا ما فيهاش جوينتس؟ ما فيهاش. اجابته منطقيه لكنها خلطه، عشان كده بيجيبوها ان هي فيها شوين سيلد برضه بس ما بتلفش ان اكتف. ده سؤال مهم في الام اس كيو، يعني المنطق يقول ان الشوين سيلد بتحط مايلين شيز، يبقى الامر النيتف ما عندهاش مايلين شيز. الاجابه لا، هي عندها بس ان اكتف ما بتلفش. تيجي عليها ام اس كيو خلاص اهي شوين سيلد ان اكتف. اخر سطر الفقره الاولى وابتدي على الفقره دي قراءه، هبقى اشيلها فيها مش هاخد منها غير جمله واحده مذكره في الامتحان. هي الشوان سيلز موجوده في الانمالينيت دي اللي عاوز اذكرك بيها. طيب نيجي بعد كده النيرفور ماسل هاز جوت تو بروبرتيز، عندهم خاصيتين اكسايتابيلتي ودي هتاخد حصتين، وكوندكتيفيتي ودي هتاخد 10 دقائق، يبقى النيرف هياخد حصتين واحده. معظم الحصتين في خاصيه واحده اللي هي نيجي ايه هي الاكسايتابيلتي؟ هي الباور تو ريسبوند، مقدره الاستجابه لمؤثر كافي وادكوت ستيمز، وهي خاصيه الاحياء. البورد ده اضربه كده ما يردش عليا، انما الانسان اضربه كده يعمل لي كده. اوف يبقى عنده اكسايتابيلتي، يبقى خاصيه الليفي مش خاصيه الديد. وهي الباور تو ايه؟ to respond for to a respond to an adequate stimulus. طب ايه هو الستيمولس؟ هو التشينج اللي بيحدث في الانفايرمنت، التغير اللي بيحدث في الانفايرمنت. حتى كان نفسي الزميله الفاضله كانت تكتبها sudden change، يعني هو مش تشينج، لازم عشان يعمل ستيميليشن لازم يبقى sudden. لو تشينج بطيء جدا ما بيعملش ستيميليشن. حاول هنمشيها زي ما هي كتبها احتراما ليها عشان تبقى زي الكتاب. تشينج الانفايرمنت. الاستيمولايز اربع انواع. لما اخبطك ده ميكانيكال ستيمولس. حط ايدي في ميه سخنه، ميه ساقعه، ثيرمال. اخد حاجه حلوه، حاجه مره، كيميكال. حط ايدك في الفيشه، الكتريكال ستيمولس. وانتوا بتحبوا. برغم ان الانسان ما بيحبش الالكتريكال ستيمولاي، بيكرهها موت. لان في العملي ما بنستخدمش غير الالكتريكال ستيمولاي. وده سؤال عملي في ابتدى يعمل، ليه نقينا الالكتريكال ستيمولاي نعملها في العملي مع ان الانسان ما بيحبهاش؟ اربع اسباب. ان الاشاره العصبيه الكهرباء، يبقى اذا هي تماثل نيتشر اوف ذات كهرباء زي الكهرباء. اثنين انها ما بتبوظش النيرف. Does not damage the nerve. تخيل لو احنا قلنا لك في العملي ادي ميكانيكال ستيمولس، واحد ايده طرشه راح طار النيرف جامد قطع. يبقى لقيت مجموعه غني ظلموه، خلص التجربه. بوظ نيرف، ايده جامد. انما لما الكهرباء النيرف يتقطع يبقى تاني ميزه ان هو ما بيعملش دامج. ثالث ميزه ان ممكن اكونترول، اتحكم في الكهرباء سهل جدا، اتحكم في الشده الانتنستي والمده الديوريشن. مش كده بس، واسال وميجر من اربعه. ده سؤال مش هتلاقيه مذكره ريتن بعد كده، هتلاقيه مذكره البراكتيكال العملي، عندنا مذكره خاصه بالبراكتيكال. لماذا نستخدم الالكتريكال ستيمولاي؟ بس الناس اللي حضروا معايا اول مره اقولها تاني، انا بشرح العملي مع النظري عشان في العملي تبقى انتوا سمعتوه كم مره؟ مرتين، لكن اللي هيجوا يحضروا معايا عملي بس يبقى بيسمعوه اول مره. لان انتوا بتعلوه. يبقى طيب بص ما تقعدش بقى ايه؟ في المذكرات موجوده وكل شيء موجود. افهم وانت خدها مش فاهم. تاني يبقى لنا هنا الالكتريكال ستيمولاي اربع اسباب. سيميلر تو نيتشر، انها مشابهه لطبيعه الاشاره العصبيه الكهرباء، كهرباء زي الكهرباء. الكهرباء ما بتبوظش النيرف، الكهرباء ممكن اتحكم فيها واقيسها، كنترول اند
طيب انا بتلج جنبي سؤال عملي. دلوقتي نيجي factors affecting effectiveness of a stimulus، العوامل التي تؤثر في كفاءة المؤثر. تبقى عليها سؤال نظري بس. يوجد عاملان، أول حاجة معدل التطبيق الـ rate of application. طب أشوفه كده بالحياة جوه صح ولا غلط؟ انت مثلا 10 ملي فولت مره واحده ولا ابتدي بواحد وازود ال 10 يبقى اني ايهما اكثر تاثيرا؟ 10 مرات الجو ده هو الصح. لان برضه تعالى نفكر في الحياه، لو حبيت تلقي بالروع في قلبك انا اقول لك خدها والله يبقى طول عمره الاستيمولس لما يبقى صادم بسرعه يزيد احسن ما يزيد جراديوال، لان لو زاد شويه شويه هتتكيف معاه، هيحصل لك ادابتيشن. نوع من انواع ايه التكيف؟ وهنشرح ايه هو الادابتيشن على ايونيك بيزس بعد كده في بيج 7 زي ما مكتوب. ثاني وثالث عامل يؤثر في كفاءه المؤثر السترينث والديوريشن، اللي هو شده المؤثر سترينث ومده المؤثر ديوريشن. هذان العاملان لا يمكن الفصل ما بينهما، فعشان كده هناخدهم مع بعض في سؤال واحد. strength duration curve نظري مهم، والسؤال اول سؤال في الاسئله السبعه بتاعت النيرف. النيرف ما فيهوش غير السبع اسئله، هننمرهم مش بس هنكتب لهم نظري مهم والسؤال نمره واحد. strength duration curve منحنى الشده والمده. عاوز كل اثنين قاعدين يبقى واحد قصاده الكلام والتاني قصاده الرسم بتاع السترينث ريشن، اذا ما كانش هيشوفه معايا على البورد. الناس اللي قاعده ورا شويه يبص، واحد الكلام واحد الرسم. دلوقتي تجاوب هذا السؤال مع شفت الاستعشق للنظام في خمس جمل. وعاوز اعلمك حاجه بره الموضوع. اول ما هندرس مع بعض الامتحان اول ما بقول لا فتح ودان قال بيقول انت عامل مذكره برسم كبيره قوي، ايه المطلوب منا فيها؟ حاجتين، المنحنيات والمعادلات فقط. فانت بس انا برسمه عشان اسهل لك الامر، انما ايه اللي لازم تحطه في الانسر شيت في الجبل؟ المنحنيات لازم تحفظها والمعادلات بس. غير كده انما رسم الهارت رسم ستومك ده لا، اوعى تنساه. ضعش وقتك في الامتحان، امسك حطيتك في الامتحان وقت وعلى ايه؟ عيد الكلام ده كل مره عشان تفهم الاجابه اللي بتجيبها. ثاني نقطة، ان في اي منحنى الجملة رقم واحد محجوزة، محجوزة لايه؟ هتمثل ايه على الرأسي وايه على الأفق؟ ده حتى لو بيتكلم في الجيوم مالهاش دعوة بالطب. قاعد في الجيوم بتشوف منحنى للسكان بس، لازم تفهم المشاهد ايه اللي على الراسي وايه اللي على الافق. بقينا من اسمه سترينث ديوريشن كيرف، فاحنا بنمثل على الراس سترينث وايه اخطائك الثمينه وكتبت، وعلى الافق ديوريشن، مع ان احنا بنمثل مينيمال تايم. طيب قال اقنعنا ليه هي الافق؟ ايه الزميله كتبت الكتاب قالت ان امثل السبرنت اجينست ديوريشن. ده بقى نعم كل حاجه مع بعض نقتنع بيها. مؤثر 10 ملي فولت عشان ياثر على النير لازم تحطه على النير على الاقل سنتين. طب لو حطيت ثلاثه القص زياده الخير حطيت اربعه، طب انت هتمثل 10 ملي فولت اجينست الاثنين ولا الثلاثه ولا الاربعه؟
مش طبيعي واحده اللي هو ايه مينيمم. This why الاوائل ما يكتبوا زي الكتاب هنمثل strength against duration. لا ما هو duration اتنين تكفي تلاتة تكفي واربعة تكفي وهلوم جمع. لكن احنا ناخد انهي duration؟ مش اي duration، بناخد ال minimum time. اقتنعت ان اللي مكتوب غلط. نحن لا نمثل strength في مواجهة اي duration في مواجهة minimum time. الجملة التانية والأربع أمرين بديهيات. وهدول يعني إيه بديهيات؟ حقيقة لازم أقولها لك مرة، بديهية أنت هتقولها قبل ما أكمل وهنجرب. مش محتاج أقولها. حتى لا نضيع في غياهب اللغة، فهقولها بعربياتنا. من المؤكد أن المؤثر الأقوى يعطي استجابة في زمن. أنا قلتها. أنتوا ليه إنها بديهية؟ المؤثر الأقوى يعطي استجابة في زمن أقل. هنقولها إن إنجليش بقى. The stronger the stimulus, the shorter the time. بس ناقصة حتة. وإحنا عاوزين نطلع لوين؟ Within limits. Within limits. يعني حدود. خد بالك بقى. أعلمك حاجة في علم المنحنيات. لو التناسب طردي لازم المنحنى يبقى صاعد. عكسي يبقى المنحنى هابط. تناسب طرد يعني دايركتلي بروبورشن. لو الاثنين بيزيدوا المنحنى يطلع، واحد بيزيد الثاني بيقل المنحنى، يعني الاستيمولس يزيد الديوريشن تقل يبقى المنحنى ينزل. لما يقول لي وذين ليميتس لأساسة المنحنيات لازم يبقى شكله ربع دايره. يعني ايه؟ يعني لا يلتقي لا بالراسي ولا بالافقي، لانه قال لي وذين ليميتس، في حد ادنى، في حد ادنى. وقت تفهمها من الحياة. كل شرح تصوش كما هو العادة. في مينيمال سترينث هنسميه ريو بيس. لو نزلت عنه مفيش كيرف خالص. مهما قعدت المدة مفيش استجابة. لان في مينيمال سترينث. زي في صوتي. بكلمك تجاوبني. صوتي تجاوبني. الله ساعة. يبقى اقتنعنا بديهية ان في مينيمال ايه؟ strength below which no excitation occurs whatever the duration may be. مفيش كيرف خالص. لو نزلت تحت ده مفيش duration. في مينيمال strength بديهية. هذا المينيمال strength نسميه ريو بيس. انا هاخد بيوكو بعد كده عشان امبارح مقبول انك ما خلصتوش العملية دي قبل الحصة. لما النهاردة مش معقول نفس الغلط. مرة زميل فاضل دخل في المحاضرة قال لهم ريو بيز ده اسم العالم اللي سمى المينيمال سترينث. ريو بيز في الترمينولوجي الناس تحضر معاه أول مرة. مش كلمة لما أقول لك جت منين. ريو يعني كهرباء، وبيز يعني أقل كهرباء. البيز بتاع أي مبنى هو أوطى حتة فيه، فريو بيز يعني أقل كهرباء. جبها. قلت الناس بتحضر معايا اول مره تكتب حاجتين اسئله ومعاني الكلمات. ريو بيس يعني اقل كهرباء. الطالب ذكي 100% اقل كهرباء يقابلها اطول مد. اقل شده عاوز اطول مد. يسموها يوتيلايزيشن تايم، زمن الاستخدام. زي يوتيلايزيشن تايم، زمن الاستخدام. بتكلم الاثنين في محجز. طيب زي ما في حد ادنى للشده في حد ادنى للمده. مينيمال تايم اسمه تي. لو نزلت عن هذا التايم مفيش كلمه خالص. مهما كانت الشده مفيش استجابه. واحد قال لي ده مثال. المثال الاولاني ايه رايك النار دي نار؟ يقول لك ده نار. ممكن تحط ايدك في النار؟ لا انا ممكن احط ايدي في النار. بس تحت المينيمال تايم. انت جايز مولع اهو واروح عامل صباعي كده، ايه رايك؟ اصلي اي حاجه؟ عارف ليه؟ عشان قعدت في النار اقل من المينيمال تايم. يبقى 100% في مينيمال تايم مهما حتى لو كانت نار. عاوزه تايم عشان تؤثر.
حسيتش حاجه خالص، لاني قعدت تحت الايه؟ من رفيوله الكوره. واحد يباس الكوره لوحده بس سريع، فلو ما شطتش ليه اقول له ما لحقتش، انت شايط الكوره سوا. اي واحد يمرر الكوره قصاده شوط ما لحقتش تقع قصادي. فتره تكفي ان انا استجيب، ما قعدتش قصادي المينيمال طيب. زي ما في مينيمال سبرينت في مينيمال ايه؟ طيب. بديهيات كلها. طيب نيجي بقى لاهم حاجه اللي بقى خمسه الجمله الخمسه والاخيره اللي هي الكرونات. كروناكسي هو التايم نيدد باي دبل بايوبيس تو اكسايت. قال لي مش فاهم. طبعا لو كان زي المحاضره. تعالى فاهم. دي اهم نقطه. دلوقتي احنا تفهم كويس قوي. احنا هنا مش محاضره. جميع اجهزه قياس الاستجابه اللي هتشتريها من شركه جمهوريه تحطها في عيادتك تحطها في المستشفى. عايزين نالف تجربه نشوف استجابه العضله بتاعت السيد دي اسمه مصطفى سيد احمد. عايز اشوف استجابه عضله مصطفى واقارنها باستجابه عضله احمد. بقول لك فكره حلوه قوي، نديهم هما الاثنين نفس المؤثر. حلو؟ اللي هيستجيب اسرع في زمن اقل يبقى استجابته. هو انتوا الفتوا حلو، يبقى الفكره حلوه، نديهم نفس المؤثر اللي هيستجيب اسرع يبقى ده احسن. كل اجهزه الاستجابه في العالم اللي بنشتريها من غير ما تفتح الكتالوج، اديني قلت لك اهو احنا ما بنقولهالكش في المحاضره. عمرها ما تدي الريوبيتس اللي هو المينيمال تايم. لازم تدي دبل دايوريز. واحد يقول لي طب ليه؟ اقنعنا، مالناش دعوه بالمحاضره ولا الامتحان، عايزين نفهم. قلت له اقنعك. عايز اشوف استجابه العضله بتاعت سيد مصطفى. بالفطره تفتكر هدي الاستيمولس العضله من خلال الجلد ولا هشيل الجلد بتاع العيان واديله الاستيمولس؟ طبعا خايف في العيان مغفل لا يرضى انك تشيل الجلد. العبط ده يبقى 100% هدي المؤثر العضله من خلال الجلد. طب مش الجلد ده ليه مقاومه؟ تمام. يبقى لو بدات باقل شده الهيريوبيتس وضع حته منها في مقاومه الجلد اللي وصل بقى اقل من اقل شده، ايه الاستجابه؟ لا، فاتفق في العالم كله ان اجهزه الاستجابه عمرها ما تدي لايوبيس، لازم تدي. اقتنعنا، مش محاضره هنا، اقتنعنا ليه مره جايه؟ وشغلتي كطبيب اشوف الزمن اللي احتاجته. فديت اهو ولا بيبقوا الاشاره يفهموا، دبل دايوبيس، العضله بتاعت مصطفى استجابت في 3 ثواني، العضله بتاعت احمد استجابت في 5 ثواني. يبقى مين الاستجابه بتاعته احسن؟ هو ده الكروناكسي. يبقى الجهاز بيدي دبل دايوريز والطبيب بيقيس الزمن اللي احتاجه دبل دايوريز اللي هو الكروناكسي. يبقى الكروناكسي هي تايم نيدد باي دبل دايوريز. تمام؟ تايم نيدد باي دبل دايوريز. يجي الطالب لها مكتوب عندنا على فكره انها اسئله ما بيألفوش عندنا، هم واخدينها وانا حافظ الاسئله وورد وايد وعارف واخدينهم ايه. ان يقول لك ان الكروناكسي هي دبل درابيز، لا الكروناكسي مش هي دبل درابيز، هو الزمن اللي احتاجه دبل درابيز. فين بعرفها؟ مش عارف انك عارفها، وعبد الله ما عرفهاش، أول مرة أسمعها. لا عارفها. إزاي؟ ترجم إلى عربياتنا. كرونيك ديزيز، ديزيز مرض، كرونيك يبقى كروناكسي هو الزمن، مزمن زمن، كروناكسي إز التايم، كروناكسي إز التايم، كروناكسي از التايم نيدد باي دبل درابيز، مش هي دبل درابيز، هي التايم نيدد باي دبل درابيز. ذا شورتر ذا كروناكسي اللي استجاب في زمن اقل، ذا هاير ذا اكسيتابيتي. يجيبها لي بطريقه ثانيه من الام اس كيو، يبقى ما هو العلاقه بين الاكسيتابيتي والكروناكسي؟ ذا شورتر ذا كروناكسي اللي يستجيب في زمن اقل، ذا هاير ذا اكسيتابيتي. يبقى دايركتلي ولا انفيرسلي؟ بس وكلام بديهي مؤكد ان يستجيب في زمن اقل يبقى استجابته. هنشرح فيها ايه دي؟ كلام اطفال. ده اول سؤال في السبعه سترينث دوريشن كيرف بس بطريقه مفهومه مش معاك. جمله رقم 1 محجوزه هتحط ايه؟ اجينست ايه؟ سترينث في الكتاب مكتوب اجينست دوريشن، غلط. الاوائل ما كتبوهاش كده، اجينست مينيمال تايم. ثم 4 بديهيات.
limits. The stronger the stimulus, the shorter the time needed to excite. ليه قالوا دي الليمتس؟ دي البديهية الثانية والثالثة اللي عندي. لأن في حد أدى للشدة اسمه فيو بيز، وحد أدى المدة اسمه تي. حد أدى للشدة ريو، حتى كلمة بيقول ريو بيز أقل ريو، ريو بيز، وحد أدى المدة اللي هي تي. ثم أهم جملة اللي هي جملة الخمسة كروناتس، كروناتسي the time، عشان صوتي هيبقى مش the time، كروناتسي is the time needed by double the release. The shorter the كروناتسي the higher the acceptability. And كروناتسي is taken as a measure of acceptability. يعني مسألة تشافه بالعكس. How to measure the acceptability of effluent؟ مش مهم هو في ايه. How to measure the acceptability؟ كروناتسي. هسألك what's كروناتسي؟ قالوا كروناتسي is the time needed by. وانتوا بس اللي فاهمين ليه دبل ذا ريز مش ذا ريز. عشان لما بدأنا بالريز اللي هيوصل مش هيكفي، فنتمنى ان نبتدي دبل ذا ريز. سهلة، كل حاجة سهلة بعد الله بإذن الله. اقلب الصفحات الفضيلة. Measuring membrane potential. نريح شوية. اقرأ. عايزين نقيس كهرباء النيران. الطالب قال لي انا عندي جلبروت حساس جدا في البيت، هجيبه معايا المره الجايه يقيس بيه قهوه الاعصاب. ده ما ينفعش. قال لي ده الجلبروت بتاعنا حساس جدا، غالي جدا. ده ما ينفعش. قال لي ليه؟ قلت له عشان المؤشر بتاع الجلبروميتر ده ميتال، معدن. نيجي المعدن. طلع ايه؟ طلع لها ويت، وزن. وعليه لها إناشة، قصور ذاتي. فلو التغير سريع وصغير تحرك، فلا مش مصدق هيحركها. قالوا لا هتصدق. قالوا ورينا. بص معايا شوية ماجيك اهو. شايف القلم ده؟ له ايه؟ له إناشة. هحطه على الكتاب. خلاص؟ لو سحبت الكتاب بسرعة جدا القلم اتحرك. ليه؟ عشان له ويت، واي حاجه لها ويت لها انيرشيا، قصور ذاتي، ما تقدرش تتبع الحركات السريعه. لكن النهارده لما ترجع الغدا وبعدين يحطوا الغدا امسك المفرش قوم هاريكوا حاجه النهارده عمركم ما شفتوها. امسك المفرش بصحه شدوا بسرعه جدا. انا هعرف بقى ايه اهم حاجه في التجربه دي السر. لو شدته ببطء شويه هيجي معاك، لو بسرعه قوي هيجي بقى. يبقى الكلام على بقى بيضا اهو. يبقى اي حاجه لها ويت، لها ويت، لها انيرشا، وزن، لها قصور ذاتي، ما تقدرش تتبع الحركات السريعه. فالجماعه الالمان بقى عملوا لنا جلبرومت، قالوا لنا هنجيب لكم جلبرومت ما عندوش مؤشر في القلم. المؤشر بتاعه ملوش ويت، اللي هو عارفينه كلنا في ثانوي خدناه، اللي هو الكاثود راي اوسيلوسكوب. ما هو ده جلبرومت، بس المؤشر بتاعه شعاع الكتروني، بيم اوف الكترون. المؤشر بتاعه شعاع الكتروني، عندوش ويت يسكر، وبالتالي ما عندوش انيرشيا تسكر، وبالتالي ممكن يقيس التغيرات السريعه والصغيره اللي هي طبيعه الكهرباء بتاعت النيرف انها سريعه وتغيرات صغيره. فده ملوش وزن، نو ويت، نو انيرشيا، وبالتالي كان فولو سمول اند رابيد تشينجز. يبقى كيف نقيس كهرباء النيرف؟ مش بجلفانومتر، بجلفانومتر برضه بس بنوع معين، سبيشال جلفانومتر كول كاثود راي اوسيلو سكوب، خدناه في ثانوي، كاثود راي اوسيلو سكوب. ملوش مؤشر، المؤشر بتاعه عباره عن شعاع الكتروني. هاز نو ويت، هاز نو انيرشيا. طيب ناخد بعد كده بقى الريستنج ممبر بوتنشال. الكهرباء في النيرف مسرحيه من ثلاثه فصول.
أحوالهم الفصل الأول. ده اللي هنقوله النهاردة، هنقول مصرعية دي بس. الفصل الأول، الكهرباء قبل إعطاء المعالج، اسمها resting membrane potential. سألك الممتحن قول يا بابا يعني ايه تعريف الريستنج ممبر بوتنشال؟ نضحك عليه ايه؟ قال ازاي؟ تقالوا من الشمال تقولوا من اليمين. هو بيقول لك تعرف ايه عن الريستنج ممبر بوتنشال؟ تقول له ان انت بوتنشال اوف ذا ممبر يوري بريست. هاي يا بابا. قلت اللي هو قاله. وزيها حاجات كتيره. انه يجيبني الفكر السيركوليشن. ايه تعريف الارتيريال بلاد بريشر؟ بريشر ابلاي بلاد والارتريز. هاي يا بابا. قلت اللي هو قاله. ايه تعريف الريستنج ممبر بوتنشال؟ بوتنشال اوف ذا ممبر يوري بريست. سهله. اللي هو بيسموها اسم اخر بولارايز ستيت. قال لك كل خلايا جسمك في فرق بعد ما بين الالفا والانر سيلز. بره غير جوه. لان الالفا سيرفيس استقطب اكتر بوست تشارجز. الغلطه بقى اللي بيغلطها ايه المعيدين؟ انا قلتها انت ما بتعرفش بدقه الكلمات اللي بتقولها لعبد الله. استقطب اكتر بوست. يعني في بوست هناك والانر استقطب اكتر نيجاتيف. يعني في نيجاتيف وبوست. استقطاب. يعني ايه استقطاب؟ اسمح لي فهمنا عربي. ما تشرح لي عربي. انا دخلت لقيت السيد مصطفى واخد شويه طلبه واقف في ركن في القاعه. واحمد واخد شويه قليل. قلت انا ما ينفعش الاستقطاب ده. مش كل واحد ياخد لي شويه، انا عاوزكم مجموعه متجانسه. ان كل واحد ياخد شويه تبعه هو ده الاستقطاب في اللغه العربيه. ان كل واحد ياخد حاجه ويسيب التانيه. فالاوتر استخدم اكثر البوست والانر استخدم اكثر ايه؟ الاكثر. اتفق في كل التكست بوكس في العالم عشان ما نلخبطش الطلبه نرسم بوزيتيف بس على الاوتر ونيجاتيف بس على الانر وهذا خطا بس خطا متفقين عليه في العالم عشان ما نلخبطش. لما الطالب اللي فاهم قوي الاوتر ما عليهوش بوست فقط بوست اكثر اجيبها في الاس كيو والانر ما عليهوش نيجاتيف فقط عليه نيجاتيف اكثر. نفهم عربي ولا اشرحها يعني ايه الفرق بين فقط واكثر؟ فهم المهم فرق الجهد ده بيخترق من خليه الى اخرى. خلينا في النيرف النهارده. في احسن نيرف ادخل نيرف اللي هو ايه؟ حتى مش مكتوب في الكتاب ليه احنا لقينا الاي الفا نشتغل عليه؟ لكن اهو عاوزين ناخد النيرف من جسمك نشتغل عليه بره. يبقى لازم نلاقي ادخل نيرف عشان يبقى ايزي للست. سهل ان احنا نشرحه ونطلعه. ليه نصعبها؟ رحنا ناخد السي فايبر بتاع خالص. ناخد فايبر بالطبع. فاخدنا ادخل ايه؟ فممكن ناخد اي واحد بس اسهل واحد تاخده اللي هو مين؟ ادخل. ففي حاله الاي الفا اللي هو احسن اعصاب عندك فرق الجهد 90 ملي فولت. نيجي للعضل. اهم حاجه ما بيغيروش الرقم. بيغيروا التمييز. امبارح طالبة زميلتي كنت بذاكر اسماء جت قالت لي البلازما بروتين 7.4 من 10 صح حاسبينها غلط. قال لها بابا مكتوب ملي جرام هما كاتبين الرقم صح بس كاتبينها ملي جرام الصح تبقى جرام. علم في المبلغ يصبح ناس ما بيغيروش الارقام غالبا ساعات يغيروها. ما بيغيروا التمييز. فرق الجهد مش 90 فولت. عارف يا بابا لو كان فرق جهد 90 كنا الكهرباء يهبل لو فولت مثلتها وتحب بس عشان ما نضحكش عليك في الامتحان. وخبر ابيض انا لو فولت كان بقى مصيبه هي ايه؟ بس الحمد لله مره واحده قلتها اهو اللي هيطلع فضيل على دماغه بعد كده لان كل حاجه بالعقل ما ينفعش تبقى فولت. طيب شكرا. لازم حاجة تانية مهمة ماينس 90 ملي فولت. ايه قيمة ماينس دي؟ اقولها لك. اتفقنا في العالم ان احنا نعبر عن فرق الجهد من وجهة نظر الانر سيرفس.
This potential difference is expressed in terms of inner cells. ليه؟ لو انا قلت لك فرق جوه 90 يبقى اديتك معلومه واحده ان بعض هيفرق عن جوه 90، لكن ما انتش عارف فين البوزيتيف وفين النيجاتيف. لكن لما اقول لك خد بالك احنا الاشاره دي بتعني الانر سيلفز، تملي الاشاره دي بتاعت مين؟ الانر سيلفز، واقول لك فرق الجهد ناقص 90 يبقى خدت معلومتين، ان في فرق جهد 90 وان جوه هو اللي ناقص هو اللي نيجاتيف، يبقى بره هو This why worldwide ما يتقالش فرق الجهد 90 minus 90، 90 غلط. يبقى ممكن يلعب لي جديد بانه يشيل ملي يخليها فور او يشيل فاين غلط. هذا الفرق في الجهد بيختلف من عصب الى اخر ومن خليه الى اخر. ايه بقى سبب ريست ميمبر بوتنشال كوزس اوف ار ام بي؟ نظري مهم وسؤال رقم 2، وده السؤال هياخد معظم الوقت بعدين حته صغيره من ورا. ان ذلك يعزى لسببين. نمرة واحد سيلكتف بيرميابيلتي، ثم سيلكتف بيرميابيلتي هذه الاختيارية، ثم سيلكتف بيرميابيلتي. ليه؟ اللي ده مسؤول عن ناقص 86 من الفرق ملي مول. وتاني سبب خدناه وعارفينه اللي هو الصوديوم بوتاسيوم بامب، خدناه في الانتروداكشن، لان ده مسؤول عن ناقص 4 ملي فولت بس. طب انتوا بقى هدول اللي بعدها فيهم واحده اكتف واحده بس. لا مين فيهم اللي اكتف؟ صوديوم بس بوم 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 فدي بس. سبحان الله في نعمه يبقى معظم الريسك ريمبر تنشن ببلاش، مش دافعين في حد. 86 من 90 بس، واربعة بس هما اللي قتلوا. ثانك جاد ان معظم الاشياء ما بتدفعش. طيب ما عشان تقدر تستعيش الاداره، كل واحده هشرحها في ثلاث نقاط، اوريدي صوره الدرس المفهوم شرحتها بس اشرحها تاني عشان حتى داخلين الامتحان. نمسك السيلكتيف بريميريتي، نتكلم عليها في ثلاث نقاط، الاينز والتشالنز، واحنا عارفين في الانتروكشن ان الاينز عمرها ما تتحرك غير في التشالنز. ثم الموفمنت اوف اينز اكروس تشالنز، يبقى اينز تشالنز موفمنت اوف اينز اكروس تشالنز. نبتدي بالاينز دي تفكوا في اللي ده هيدخل الامتحان لسه بقيت اسبوع، لان اي خليه هي هي جوه اي خليه بيبقى في ايونات كلها لو كتبتها بالانجليزيه تبتدي بحرف بي بوتاسيو، بس انا هكتبها برمز بس كتبتها انجليزي بوتاسيو، بوستيف وبروتين وفوسفيت نيجاتيف، يبقى بوتاسيوم وبروتين وايه؟ فوسفيت. برضو نزود حاجه، دول مش جوه بس، دول جوه الحلقه يعني البوتاسيوم جوه ده الصفحه اللي هي معاك او لسه ما وصلناش اللي بعيد. دي صفحتين تحت، هاي صفحتين تحت موجوده تحت. سيلكت بريميابيلتي فاسد كونتريبيوتس، يعني ايه كونتريبيوتس؟ اللي هو يعني تساهم في ناقص 86. يبقى اللي جوه يبتدوا بحرف ايه؟ بي بروتين فوسفيت، دول جوه اكتر مش فقط. اقول لك حاجه حلوه، مفيش حاجه مطلقه في عالمنا هذا غير الخالق سبحان الله، كل حاجه نسبيه. يعني يكون الاوتر سيرفس عليه بوزيتيف اكتر، الايونات دول جوه اكتر. المطلق الوحيد في كوننا هذا هو الخالق، فدول هو اكتر. والدليل ان بيقول لك ان البوتاسيوم ده جوه قد بره 35 مره. طب بره ما فهمش حرف البي، صوديوم بوزيتيف وكلورايد وباي كاربونيت بره اكتر، والدليل قال لنا ان الصوديوم بره قد جوه 10 مرات. وده بس على فكره ده كان اول سؤال في الانتروداكشن وده تاني سؤال في الانتروداكشن، بس مش على النيرف سيلز، على العموم
جواها كل الأنات جواها بحرف الايه؟ بوتاسيوم بي بروتين بروستيت اللي بره ما فيهوش حرف بي صوديوم كلوريد وباي. كان دي أول سؤال تم سأله عنهم نقطة قبل ما ينزل الكتاب الأسئلة معروفة وورد وايد. أنا قلت لكم جملة تانية مهمة إن اختلف الإكس وسيرة في الإنتر وسيرة في أربع حاجات واتفقوا في شيء واحد كان سؤال أوزموتيك بريشر سؤال ده صح هما الاثنين يتفقوا في حاجة واحدة بس الأوزموتيك بريشر 300 مللي أوزموت أو الأضافة 200 بس في الكتاب مكتوب 300 ده الأينز الأينز لا تتحرك سؤال إم إس كيو في اللي فات غير من خلال تشانلز عمرها ما تتحرك في ليبليت سابس اي اين بيتحرك في تشانل هنا الاين اللي بيتحرك من خلالها تشانل اسمها انورد ريكتفاير بوتاسيوم تشانل ما لا اعرفه كثير من الناس ان التشانل دي مع اثنين تشانلز تانيين هناخدهم النهارده هوتشكن وهوكسي هذا جائزة نوبل في الثلاثة تشانلز دول شاف الثلاثة تشانلز دول خدوا فيها جائزة نوبل عشان انت أول مرة تعرف في العلم بياخدوا جائزة نوبل فيها أول مرة تعرفها فشاف التشانلز بتاعت الناس هوتشكن وهوكسي اكتشفوا الثلاثة تشانلز أول واحدة فيها ولا أخفي سرا كنت بدرس في اليو اس وقالوا لي هوتشكن وهوكسي خدوا جائزة نوبل فهم تشانل لازم تقولها طبعا خلاص لأن هم عايزين هناك يبقوا أبديتد قلتها فرجعت تصادف كان عندي اشرح محاضرات نيرفير في ايام رحمه الله استاذ دكتور قلت تشانلز وكالعاده طلب راح مش تابوت قلت له كل حاجات مش الكتاب وكالعاده الراجل ده كان محترم قوي الله يرحمه قال لي اشرحها لي قول ايه اللي بتقوله ده واقتنعت عند ليس وكل حاجه الحمد لله قلتها له كان يحطها في كتاب جديد لان مش بجيب بالدماغ ده جائزه نوبل خلوها في الكلام ده انورد ريكتفاير او نفهم يعني ايه ريكتفاير ريكتفاير من كلمه ريكتر يعني مستقيم يعني بتحرك الالات في اتجاه معين ده معنى ريكتفاير انورد يعني معناها بتدخل بس يعني هنشوف بقى عشان انها بتخرج الدس والدس وهو عقل يعني بتخرج بس ومع ذلك سموها انورد لو سالت معظم الناس ليه سموها انورد مش هيجاوب لما الحصه الجايه انا هقول لك ليه برغم انها بتحرك لبره الدسم بيخرج بره لان جوه اكتر فبيخرج لبره دي ما سموهاش اوتو تسماها ايه بس مش الحصاله خليها سسبنس بس الجاي ليه هوتشكن وهوكسي سموها انور برغم انها هتمشي الدسم لبره مش الدسم جوه اكتر يبقى ما تفتح يخرج بره طب يسموها ليه انور وهي بتخرج الدسم بس كده بيسالوا دلوقتي هو اسال الناس ليه ايه سابق الحصة جاية تسأله محدش جواب جاي ليه انت اقولها لك حصة يبقى نقبل مش هنبقى فيها شك يعني ان انا متابع القصة اللي بقول لك مين خدوا نوبل فيه دي قصة خاصة بالعبد الله انا رحت في بيت هشرح نيرف المصر قالوا لي هوتشكن وهوكسلي خدوا نوبل لازم تقول الكلام ده ما ينفعش هناك يقولوا حاجة قديمة خلاص حاجة ثبتت وخدوا فيها نوبل لسه تقال اسمه هوكسلي اسمه ليها بلس هوتشكن وهوكسلي بعدين نرجع تاني يا شباب كلام بسيط خالص معناه مش معناه ان خدوا نوبل انها حاجة صعبة كلام بسيط خالص هنفهمه دلوقتي التشانل دي سيلكت البوتاسيوم بتفوت البوتاسيوم اكتر من كل الاينز دول 20 200 مرة ولا 100 مرة عشان كده العنوان سيلكتيف برميابيلتي النفاذيه الاختياريه لان التشانل عملت ايه سيلكت يعني ايه اختارت البوتاسيوم بتفوته كم مره قد بقيت الالات 20 الى 100 مرة يبقى انا بقى دام هي سيلكت البوتاسيوم انا هشيل كل الاينز دي حلو كده اهو هي سيلكت مين التشانل بوتاسيوم هو بقى التشانل دي نون جيتد ملهاش جيت يبقى لو انت مطرح البوتاسيوم في تشانل كده مفتوح وانت جوه اكتر من بره 35 مره تعمل ايه؟ تخرج شويه بوتاسيوم
فده خلى الاوتر سيلز عليه بوزيتيف اكثر والانر عليه نيجاتيف اكثر. يجي الطالب ستوب يقول لي انت خرج بره يبقى جوه ورك بوزيتيف، ليه جوه ورك نيجاتيف؟ فاضطر اشرح الشرح الطفولي. بص بابا هيا بنا نلعب، عندي ثلاث بليات سود جوه وثلاث بليات حمر، واحدة تمثل بوست واحدة تمثل ال نيجاتيف، وبره مش لهم ثلاثة حم وثلاثة سود يمثلوا البوست وال نيجاتيف. لو انا نقلت اين بس بالسود بره خدتها من جوه السودة دي هتبقى بره، يبقى بره بقى مين اكتر اسود ولا احمر؟ وجوه مع ان انا ما اتحركتش الاحمر، انا حركت لسه. بس قبل ما نبتدي يا شباب كان عدد البوست قد النيجاتيف جوه وعدد البوزيتيف قد النيجاتيف بره، فلما خدت شويه قداس وخرجتهم بره بوزيتيف بقى بره في مور بوزيتيف وجوه فيه مور نيجاتيف، وهو المطلوب ان احنا عاوزين بره بوزيتيف وجوه ايه؟ سهل مش كده؟ طيب ما البوتاسيوم يخرج بره بقى بره بوزيتيف، طب ايه رايك؟ هل ده يشجع خروج مور بوتاسيوم يعمل له اتراكشن لايبانشن؟ فابتدى البوتاسيوم يدخل بالالكتريكال جريدينت. يعني دلوقتي يوجد قوتان يتنازع البوتاسيوم. عاوز يخرج الكونسنتريشن جريدينت اللي جوه قد بره 35 مره وهم مفتوحين نان جيتد، فيخرج بالكونسنتريشن. يجمع بره بوست فيروح عامل له ريبانش يدخله بالالكتريكال جريدينت. والسؤال لكم وجاوبوه كل الناس امبارح. يبقى يوجد قوتان يتنازع حركه البوتاسيوم، يخرج بالكونسنتريشن ويدخل بالايه؟ متى تتوقف حركه البوتاسيوم؟ كل الناس هو عندما تتساوى القوتان. طب عند انهي بوتنشال، عند انهي فرق جهد هيتساوى القوتان؟ واحد بس في عالمنا هذا جاوب هذا السؤال، اللي هو في معادلة سماها الإيكوليبريم بوتنشال فور بوتاسيوم. البوتنشال اللي عنده قوتين هتساوي تقف حركة البوتاسيوم. سموها إي إيكوليبريم بوتنشال بوتاسيوم. ولا يخفى على كثير منكم يمكن أول مرة تاخد بالك منها. إن كلمة إيكوليبريم جاية من إيكول. ناس كتير أول مرة تاخد بالها. إيكوليبريم من كلمة إيكوليبريم. كلمة إيكول. حاجة اللي هتساوي عندها حاجتين. الراجل ده حط معادلة قال أنا هقول لكم إمتى فرق الجهد اللي عنده هيتساوي القوتين، يبقى حافظها صم اسمه نيرفست ماينس 61 لوغاريت تركيز الأيون اللي بتتكلم عليه اللي هو في حالتنا البوتاسيوم أوت سايد إن سايد على تركيز الأين أوت سايد. انا فاكر مره كنت في وسط يونيفرستي فدخل راجل اسمه ايرنست، فدخل خايف اتفرج على الراجل دي فقال لهم ام ايرنست نوت نيرفس. افتكروا هو بتاع الايكويشن، بتاع الايكويشن اسمه ايه؟ نيرفس ماينس 61 لوغاريتم تركيز الاين انسايد على الاوتسايد. حاجه بيني وبين ممكن نخليها في وسط امبارح جوابها صح، بس نعمل ايه؟ بس اوعى تقول كده للزملاء الاعزاء، عدد كتير منهم عارفينها كده. بس كده المعادله ليها كام صوره؟ يعني خلينا في الصوره اللي هم عارفينها، ما نخبطهمش، ما نخبطهمش. ماينس 61 لوج الانسايد على الاوتسايد، انا ممكن نخليها في وسط بس تقلبها، مش هنقلبها، خلينا في اللي هم عارفينه. طبق بقى المعادله دي على البوتاسيوم. كل الناس عارفها حتى الاطفال كلهم عارفينها، خليني سيبك يعني اقلبها، يبقى اقلبها شوف ايه اللي هيحصل. حقك اقلبها، خليها كده عشان انا ما بعرفهاش. انا بتكلم على نفسي، انا ما بعرفش غير حاجات بسيطه. هو كده معايا؟ هي كده. انا عارفها كده، ما بعرفهاش كده. انا اي حاجه تاني. اطبق المعادله دي على البوتاسيوم. البوتاسيوم جوه قد بره كام مره؟ 35 مره. يبقى ماينس 61 لغالب 35، و 65 على 1 ثقوا في اللي انا بقول لكم هيطلع فرق جهد ناقص
هنفرض فرضية، نفرض ان الشانل دي كانت سيلكت الصوديوم، اللي بتسيلكت مين؟ البوتاسيوم. انما نفرض انها سيلكت الصوديوم، تعال نطبق المعدل دي على الصوديوم باللون الاحمر. الصوديوم بالعكس تحت بره في الاوتسايد، لما تحت 10 فوق 1، عارف كان هيطلع فرق الجهد كام؟ زائد 61 ملي فولت. يبقى لو كانت الشانل بتسلكت البوتاسيوم كان هيطلع فرق الجهد ناقص 94، قريب جدا من الحقيقه اللي هي ناقص 90. لو شرط امتناع سلكت الصوديوم كان هتطلع زائد 61. يبقى ايه قيمه نيرنس؟ ان هي فهمتنا ان البولارايز ستيت سببه اساسا البوتاسيوم ولا الصوديوم. مين الرقم اللي قريب الحقيقه بتاع البوتاسيوم ولا الصوديوم؟ لسببين، في طلبه ستيوبل مش عشان الرقم بس، عشان اكسلنت هي دي الاجابه هنا ماينس، انما لو كانت سلكت الصوديوم افهم كان الصوديوم هيدخل يخلي جوه بوزيتيف زائد 61، ما كانش خلاها يعني الاساس هو الاشاره مش الرقم. يبقى ما هو إيه اللي أضافه نيرنس للعالم؟ إنه فهمنا من هو الأيون الأساسي في صناعة الكهرباء الأساسية في الجسم، وحفظتها لأجيال بالسمع، المسؤول عن البولارايز ستيت هو البوتاسيوم. طب تقول لي بتخرب ودني في الامتحان، يبقى ايه انهي اين لو غيرت الغير الكهرباء الاساسيه في الجسم وتروح في داهيه باذن الله؟ البوتاسيوم مش الصوديوم. طالب لعبه يختار الصوديوم، لا، اللي ضيعك البوتاسيوم. ولا تنسى في فخر المعلومات العامه في حاجه بره موضوع ولا حاجه ثانيه، البوتاسيوم ده مهم في كل حاجه. النيتا الانجكشن بوتاسيوم كلورايد، بوتاسيوم اكتر عين الانسان يخشاه هو بوتاسيوم مش الصوديوم. يهرب لما اقول لك انهي ايون لو غيرته الكهرباء الاساسيه انتهت في جسمك. البولارايز ستيت المسؤول عنها هو البوتاسيوم. مين اللي اثبت هذا الكلام؟ نيرنس. قال لما الكنال بتسلكت البوتاسيوم بيطلع الرقم اللي عندنا قريب منه جدا 94 مش فارقه 90. انما لو كانت سلكت الصوديوم كانت هتتعكس، كان جوه اللي يبقى بوزيتيف والفرق زائد 61. يبقى ما هو اهميه النيرنس لما سالك شاف هو اللي اثبت ان البولارايز ستيت المسؤول عنه جابوا لنا الرقم ده ان السلكتف برميابيلتي ناقص 86. هو هل البوتاسيوم بيلعب لوحده ولا معاه الباقيين؟ لان الشانل دي ما بتفوتش بوتاسيوم بس، بتفوت بوتاسيوم اكتر 20 ل 100 مره من الباقيين. عيب نيرنس ان هو خد في الاعتبار بيحسب اين واحد اتضايق. راجل تاني عمل معادله اعقد ومش علينا، خد فيها في الاعتبار كل الايونات بوتاسيوم بروتين وفوسفيت وصوديوم كلهم، وخد كمان في الاعتبار الكيميائي. هو اللي طلع لنا هذا الرقم. الكويجن مش علينا لانها قويه جدا. اللي عاملها راجل اسمه جولد مان كويجن. عشان تفتكر الاسم احكي بس الرقم. ما تعيش في بلد مالتي كالتشر زي اليو اس، ناس كتيرة من دول كتيرة جاية، هنود وباكستاني وعرب وكل حاجة. من أسماء الناس تعرف هم أصلهم إيه من غير ما تحرج روحك وتسأله أنت أصلك إيه. مفيش حد يسمي مان غير اليهود. مان. ومفيش حد يسمي جولد وسيلفر غير اليهود. الراجل ده يهودي ابن يهودي. جولد مان. يعني في حاجتين في اسمه إنه جيوش. اسمه إيه؟ جولد مان. لما تقابل واحد هناك ويقول لك اخر اسمه مان او جولد، خلاص ما تسالوش ما تحرجش روحك. انت راح فين؟ هنا على فكره. فمين اللي جاب رقم ناقص 86؟ جولد بمعادله اعقب من نيرنس. نيرنس اثبت للعالم ان البوتاسيوم هو اللاعب الاساسي، لكن مين المعدل حسب كل اللاعبين الاساسي وغير الاساسي والبرميابيلتي؟
كولد مان، وهو اللي طلع برقم ناقص 86 كولد مان إيكويشن. يبقى نيرنست ايه الاضافه اللي اضافها للعالم؟ انه عرفنا ان البوب بوب رايز ستيت مسؤول عنها مين؟ البوب بوب ده مش الصوديوم، اللي لما حسبها على الصوديوم طلع حاجه ثانيه خالص، طلع جوه بوزيتيف مش جوه نيجاتيف زائد 61. انما مين جاب الرقم بتاع ناقص 86؟ بوب ده. الثانيه سهله بقى، احنا عارفين صوديوم بوتاسيوم بامب، هنحكيها في ثلاث كلمات قلناها قبل كده بس في الناس الجداد لسه داخله في الامتحان بقى موجوده في الانتروداكشن الكلام بيتعاد. هنتكلم على الصوديوم بامب لوحده كلمتين والبوتاسيوم بامب لوحده في كلمه، بعدين نتكلم على الصوديوم بوتاسيوم بامب مع بعض. انتوا اللي هتقولوهم قفشه مش هقول حاجه. نورمالي ذكروني عشان انا ذاكرتي ضعيفه وده كان اول سؤالين في الانتروداكشن. الصوديوم بره اكتر ولا جوه؟ برافو عليك. طيب قلنا بره في بوزيتيف وجوه في فالصوديوم اللي بيدخل ربنا ما بيسيبوش بيرجعوا تاني مكانه بره الصوديوم. يبقى الصوديوم بامب بيحدث اجينست تو جريديانت كونسنتريشن. الناس قالت في ناس مش فاهمين فهمنا بشرح كفوي بالايدين اهي. بص يا بابا الصوديوم بره قد ما هو 10 مرات حلو، فالصوديوم اللي دخل هنخرجه تاني يبقى اجينست كونسنتريشن. الشوية الصغيرين دخلوا وترجعهم ضد التركيز العالي هما بره اساس يبقى جنس اي دي. طب والصوديوم بوزيتيف وبره فيه بوزيتيف تشارج يبقى جنس الكتريكال جريدينت كمان. ده واحد من اهم الاسئله في النير. الصوديوم بامب في كل الجسم على فكره مش في النير بس اجنس تو جريدينت كونسنتريشن اند الكتريك. اقول لك حاجه، رقم الساعه بتاع الصوديوم اتنين، كل حاجه في الصوديوم اتنين ده اوتونوميك. طب البوتاسيوم، تعال نتكلم على البوتاسيوم، حطه باللون الاحمر اهو عشان ما نسيبش اسمك كده وضاع. بوتاسيوم جوه قد بره 35 مره، فشويه بوتاسيوم بيخرجوا فعشان ما تقعدوش بره هندخلهم تاني جوه. فدي اجينست ايه؟ كونسنتريشن. لكن هل اجينست الكتريكال ان البوتاسيوم بوزيتيف وجوه نيجاتيف يبقى اجينست كونسنتريشن؟ بس بص اهو البوتاسيوم اهو جوه 35 مره قد بره، فالبوتاسيوم اللي خرج دخله تاني جوه يبقى جنس كونسنتريشن. بس البوتاسيوم بوزيتيف وجوه نوع التشارج ايه؟ يبقى مش جنس الكتريك جنس كونسنتريشن. بس اسئله مهمه جدا في الام اس كيو، يبقى طول عمره احفظ معايا في الام اس كيو الصوديوم بامب في كل الجسم مش في النيرف بس جنس كام جريليان؟ 2، بينما البوتاسيوم جنس 1 جريليان. نيجي بقى النقطه الثالثه، ميكانيزم اوف صوديوم بوتاسيوم بامب دي اللي عارفينها. قلت كل الجسم السيل ميمبرين بتاع النيرف وغير النيرف كل خلايا جسمك فيها هذا القرص الجبنه الرومي، في قرص جبنه رومي كل خلايا جسمك. صوديوم اللي غلط ودخل في كم مكان يمسكوه؟ ده سؤال في الانستيو على فكره، في ثلاثه بايندينج سايتس للصوديوم. والبوتاسيوم اللي غلط وخرج في مكان تو بايندينج سايتس للبوتاسيوم. يبقى ثلاثة للصوديوم واثنين للبوتاسيوم. دي اسمها الفا سبيوليت، القرص ده الفا سبيوليت. عشان يلف عاوز فقط اي تي بي، وعشان نكسر الاي تي بي محتاجين فهذا الكارير بروتين البيتا سبيوليت بتاعته عندها اي تي بيز اكتيف. فاحنا قلنا ما فيش اكتيف ترانسبورت في الانتروداكشن غير عاوزة حاجتين، كارير بروتين واي تي بيز اكتيفيتي. كارير بروتين وده قيمه الانتروداكشن تاني الناس فاهمه. اي اكتف محتاج كارير بروتين ان وقلنا الجمله اللي كلها سهله زي عربيه الاقاليم لازم ثلاثه يركبوا في الكنبه اللي ورا واثنين جنب السواق. عمر الراجل يمشي لو جاله زبونين اجره اقاليم بالنفر لازم يملاها عشان يمشي، مش كل واحد يركب، دي مش تاكسي لازم تملى. فلازم الخمسه يتملوا. فوين all sides are saturated يروح ندور المكان يبقى الاي تي بيز از اكتيفيتد اند ذا انرجي از ليبريتد. تعمل ايه الانرجي؟